بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا لسه مع ال N9 كيو. هناخد المره دي حاجه اسمها aggregate operators، هنقول فيها يعني بالظبط عايزين نتكلم على count، نتكلم على long count، عايزين نتكلم على sum، نتكلم على المينيمم، الماكسيمم، الافريج، نتكلم على الاجريجيت. طيب دول اللي احنا عايزين نتكلم عليهم المره دي. طبعا هم يعني كلها حاجات بسيطه بس ومستخدمه يعني بشكل كبير، يعني بنستخدمها كلها في معظم الحاجات بتاعتنا. فتعال نبص بصايه كده بسرعه على مثال. هاخد كوبي بيست، اقول له بار اكسبريشن بيساوي، اقول له فروم سي ان كاستمرز خلاص، عايزك تسلكت لي نيو كولمز جديدة. ايه هي؟ قلت له السي دوت النيم كوما، والسي دوت السيتي كوما، والسي دوت الكانتري، و الياس هسميه اوردرز كاونت، عدد الاوردرات، وده بيساوي الاساس بتاعه، احنا عارفين ده الالياس بتاعنا. سي دوت اوردرز ممكن اقول له دوت كاونت، سي دوت اوردرز دوت ايه كاونت، وكاونت دي هتعد لي الاوردرات اللي جوه الكاستمر. خلاص كده، وعشان اعرض بشكل عادي انا بس هعرض اسم اليوزر، وكم يعني هعرض اسم x.name، و هعرض الاوردرز كاونت بس يعني، واقول له الاوردرز او كم اوردر عمله وخلاص كده. تبقى x دوت هنديله طبعا بالالياس بتاعنا اللي هو اوردرز كاونت، وقوس المقفول. خلاص كده، يبقى كده عرض لي مش اي دي بقى، كلمة كاستمر عميل كذا، والاوردرات بتاعته ما بين قوسين. فلو جينا جربنا كده هنلاقي مهيمن عامل اوردرين، صبور عامل اوردرين، اسم العامل اوردر، حكيم عامل اوردر، ده الايه الكاونت. خلاص عدد الايه، طبعا في عندنا في طبعا اللي احنا قلنا اللونج، ممكن اقول اللونج ايه لونج كاونت. الفرق ما بين الكاونت واللونج كاونت، اللونج كاونت بيشيل الارقام الكبيره اللي هو رجع لك انت 64، انت 64 خلاص، دي الاحجام الكبيره. لكن طبعا بالنسبه لنا احنا لو اشتغلنا لونج انت لونج كاونت مش هتعمل معانا اي فارق، بس احنا بعرفين ان هي بتشتغل مع الايه؟ مع الارقام الكبيره يعني. خلاص؟ لو جينا جربنا كده تقوم لهم هم، لكن احنا بالنسبه لنا مثال بيعد اعداد بسيطه ما بتعديش الايه؟ الحاجات دي. عندي بعد كده خلاص كده نرجعها كاونت تاني امسح لونج، عشان نعرف نفرق ما بين كاونت وبين لونج كاونت. ناخد مثال كمان على السم، بس مثال توضيح الاول عشان تبقوا فاهمين فكره السم.
سم ده بمثال بسيط، لو انا عندي انت الري مثلا انت سميناها values بتساوي مثلا 1 و5 و3 و5 خلاص. ممكن معايا الاي ان تي توتال، اقول ده بيساوي الفاليوز اللي عندي دوت، الاقي كل الحاجات بتاعتي ايه، ممكن الاقي منها طبعا ان هي تعتبر كوليكشن، ممكن الاقي حاجه اسمها سم، سم ده على طول هيجمع لي كل اللي موجود ويحطه لي جوه التوتال، وممكن اقول له في الليسته الايتمز اللي عندك دوت اد، قول السم بيساوي وجنبيها اطبع لي التوتال. وده كده مثال بس يوضحك ان هو بيشتغل بالشكل ده. يعني على فكره الناس ما تنساش ان الحاجات اللي بشرحها دي في الامباد اكسبريشن ديت شغال مع اي كوليكشن. لو جينا جربنا دلوقتي كده فجاب لي السم كام؟ 14، ادي 5 و5 10 و4 يبقى 14. تعال نشوف السم اوبريتور لما نشغله على الكاستمرز والاوردرز اللي عندي. نعمل كده اكزامبل بقى نشغل بقى فيه، اقوم عامل كوبي بيست واقول له انا عايز اعمل var orders خلاص بتساوي، قلت له from c in customers وعايز منها from ال o in c dot orders اللي هربطهم اوتوماتيك بجوين ما بينهم وما بين البرودكت البي ان البرودكتس، واحدد ان هم هيبقوا اون الاو دوت البرودكت اي دي لازم يكون ايكوالز البي دوت البرو الاي دي برودكت، ده الربط ما بينهم هما الاثنين. هسلكت ايه من الكلام ده كله؟ هقول له عايز اسلكت نيو كولمز اللي هي ايه، هقول له هسلكت من عندك السي دوت نيم و الاو كنا كنا على حق المحسوب لكده دوت كوانتيتي الكميه مضروبه في جدول البرودكت دوت البرايس لان البرايس مضروبه هنا خلاص. طبعا لازم اعمل لهم الياس اسميهم ايه اماونت مثلا بتساوي الكلام ده، بتساوي كلمه اماونت بتساوي الاوردر الكوانتيتي مضروبه في الايه في البرايس، يبقى انا كده عندي النيم والاماونت، النيم والاماونت وهعرف فاريبل تاني بسميه اكسبريشن، وده بيساوي اقول له فروم سي ان الكاستمرز اللي قبل كل الكاستمر هقول له هجوينهم هربطهم مع مين؟ قلت له الاو ان الاو ان الاوردرز اللي احنا عملناها فوق دي هجوين بقى، هعمل جوين ما بين الكاستمرز وما بين البيانات اللي جات لي من هنا دي، البيانات اللي جات لي هنا في نيم وفي اماونت في جذورهم حقلين، يبقى لازم اربط بحقل مع حقل من الاثنين هربط بالني، فاقول له ايه هجوين مع الاوردرز اون، قال لي اون ايه؟ قلت له الكاستمر دوت النيم لازم تكون ايكوالز الاو دوت النيم، كده ربطت ما بين الاثنين ودول كلهم هتنتهم لي جوه جدول جديد هنسميه مثلا ايه كاست اوردرز، كاست اوردرز هسلكت ايه من الكلام ده؟ قلت له هسلكت مجموعه من الكولمز ايه هي
to see dot in name, comma, we عايز اعمل ايه؟ انا عندي السم صح؟ هقول له جيب لي من الكاست اوردرز دوت، هات لي من الكاست اوردرز عايزك تعمل لي سم. قال لي صم. قلت له انت عامل ايه؟ ايوه صم. قال لي صم ليه؟ قلت له انا عايز الاسم هو هنا عشان يبقى فاهمين انا عايز اعمله. انا هنا جايب الكاستمر والاوردرز اللي جوه الكاستمرز وربطهم بالبرودكت، جبت اسم كل عميل وبعد كده قمت جايب الكميه من الاوردرز ضربتها في السعر، فتجيب لي العميل والكميه في الاوردرز والعميل والكميه في الاوردرز. ممكن يكون عندي العميل عامل اكتر من ايه؟ اكتر من اوردر صح ولا لا؟ هيجيب لي كل اوردر منفصل كميته في سعره كميته في سعره كميته في سعره. المره دي مش عايز اعمل كده، انا عايز تحت هنا بقى يجمع لي ايه؟ يقول لي العميل نيم وقدامه السميشن بتاع كله، اكني عامل جروب باي لايه؟ يعني بعمل سم للكميه مضروبه في السعر. فاقول له كاستمر اوردر دوت سم. قال لي ماشي. اصمم مع مين؟ تفتح قوس. قلت له او كل اوبجكت منك بقو باوردر يعني. قال لي ماشي. قلت له او دي دوت عايز الاماونت اللي موجوده جواها، يبقى كاست اوردرز دوت سم اجمع لي. قال اجمع لك ايه؟ قلت له الاو، لان الاو ده بيمثل لي اوردر اوردر. او دوت اماونت جيب لي منها الايه؟ القيمه. وبعد ما تجيبها تجمعها كلها، فيجيب لي تجميعه الايه؟ القيم اللي عندي. ممكن يعني الحق الحسبيه بتاعت السم دي هتروح على الكاست اوردرز وتجمع التجميعه دي، لان الاوردرز اللي عندي شكلها عامل كده زي ما احنا شايفين، اسم وقيمه. هوريك دلوقتي الشكل، بس هديهم الياس الاول. ادي الحقل ده الياس، بس هسميه الايه؟ التوتال بيساوي الكلام ده، ده كده الياس. وتعالى اوريك ده شكل العرض بتاعه يبقى عامل ازاي، وده شكل العرض بتاعه يبقى عامل ازاي. لو جبت كده طباعه عاديه كلير واكس دوت، بس قلت له هات من الاوردرز خلاص، فاقول له هنا اكس دوت نيم هيجيب لي النيم واكس دوت اماونت بقى خلاص. وتعالى نجرب، انا طبعا ما استخدمتش خالص ده خالص الاكسبريشن ده خالص، واعمل رن. ونجرب. قال لي كسر مهيمن 30، كسر مهيمن 100، صابور 100، صابور 600، بسمله 600، حكيم 1000. عايز بقى يقول لي كده بس مهيمن 30 مهيمن 100، يوم جاي بعديها يقول لي كله 300 وايه؟ كله 300 كله 130، صابور 100، صابور 600، يوم جاي لي كله 700، دي 600 كله 600، 1000 كله 1000. ده اللي عمله مين؟ الاكسبريشن الثاني ده. ده اللي عمله الاكسبريشن الثاني. فزي ما قلت فار اكس ان اوردرز هقول له ليست دوت ايتمز دوت اد ماشي، انا بس مش هقول له بقى فروم اوردرز بقى، انا عايز اقول له فروم الاكسبريشن ده. هيجيب لي النيم بس مش الاماونت بقى، احنا دلعناها سميناها توتال صح؟ واعمل رن في 5. بعد كلمه كاستمر واسمه والاجمالي ما بين القوسين. جرب كده. قال لي مهيمن 130 كله على بعضه، صابور 700 على بعضه، بسمله 600، حكيم 1000. خلاص؟ لو جينا جربنا كده عملنا فار ريشن 2
قلت له الاوردرز دوت يونيون مع الاكسبريشن. اللي هنا الانواع مختلفة، انواع البيانات مختلفة، عشان كده مش قادر يونيون. مظبوط، لكن احنا ممكن نقدر نلعب على اساس ان احنا نجمعهم مع بعض. ماشي، مش مشكلة. بس برضو ممكن يعني هنا النيم وهنا نيم، هنا اماونت وهنا توتال. طب ممكن لو عملنا دي اماونت برضو بقى كده نيم نيم اماونت اماونت، يعني احنا عارفين ده معناه مختلف عن ده. فممكن اقوم جاي عامل var expression 2 بيساوي orders dot union مع الاكسبريشن ده، مفترض ده يقبل بقى المره، لان كده النيم اماونت اماونت والانواع مظبوطه، مظبوط قبلها كده. لو جيت قلت له اطبع بس اطبع واعمل اكسبريشن 2 ده، المفروض يكون عمل اتحاد الاثنين مع بعض، مفيش بقى دوت توتال، في دوت ايه اماونت في دوت ايه اكس دوت اماونت. مظبوط ولا ايه؟ مظبوط. تعال نجرب بقى كده. نعمل اكزام 32، هنلاقي ايه 30 وادي 100. كان هو هنا بعد ما خلص خالص دول، لما خلص خالص دول بدا يطلع لك الايه مجاميع الباقي اللي هم ليهم تجميع، اللي هو مش تجميع مع حسب ما حطهمش، اللي هو مش تجميع مع ايه. طبعا ممكن نعمل سورت الكلام ده كله ونرتب اوردر باي الاسماء والكلام ده كله، لكن كده جاب لي اللي هم متجمعين. لكن طبعا المتشابهين هو هو نفس الريكورد ما جابوش، بس ان هو هيقول لي حكيم المجموع بتاعه 1000، ما هو 1000، بس مال المجموع بتاعه 600، ما هو 600 الى اخره. فقدرنا ندمج يعني باليوني. طيب شفنا السام اوبريتور بتاعنا،